رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو منورنا استاذ خالد عامر الناقد الرياضي والصحفي في موقع جريدة اس الاسبانية. منورنا مرة تانية. مساء الفل، ايه الاخبار؟ كله حلو الحمد لله. كله تمام؟ كله جميل الحمد لله. كده عندنا حاجات كتير قوي النهارده نتكلم عنها، واهمها اكيد لقاء الوصل الاماراتي يوم الخميس اللي جاي في دور 16 من البطولة العربية. لقاء الذهاب انتهى هنا على برج العرب 2-2. اللقاء اللي جاي شايفه ازاي؟ لا هيبقى لقاء صعب، هيبقى لقاء صعب نفسيا على اللعيبه، هيبقى لقاء صعب على باتريس كارترون في ادارته، مستر باتريس كارترون طبعا المدير الفني للنادي الاهلي. هيبقى لقاء صعب عشان الغيابات اللي موجوده في صفوف الفريق في الفتره اللي فاتت. اصابات واستبعادات فنيه، يعني في لعيبه مستبعده فنيا وفي لعيبه مصابه. اللعيبه المصابه هم تقريبا القوام الاساسي بتاع الفريق. محمد هاني، عمرو السوليه، احمد فتحي، علي معلول، وليد ازارو، جونيور اجاي، ميدو جابر، عدد كبير جدا من اللعيبه اللي هم اللي الفرقه بتقوم عليهم. صحيح. كل دولت مستبعدين. عندك مشكله تانية في الباك اليمين تحديدا. احمد فتحي ومحمد هاني الاثنين مش موجودين. باتريس كالترون بيبدا يفكر في هيعتمد على كريم نيدفيد. صحيح. هيعتمد على اكرم توفيق اللي هم اصلا ده مش مركزهم. حقيقي. محدش يعرف انه كريم نيدفيد كان في صفوف الشباب والناشئين كان بيلعب باك يمين، وبعدين مع تعاقب المديرين الفنيين بدأ يلعب وسط ملعب شويه، وبعدين لعب وينج، بس هو اصلا كان باك يمين زمان بس بقاله كتير ما بيلعبهاش. فان هو يرجع يلعب تاني باك يمين بعد كل السنين ديت هتبقى صعبه عليه. اكرم توفيق كذلك. ان انت نلعب مدافع مثلا محمود الجزار، احمد علاء، نلعبهم في المركز دوت، مركز جديد تماما عليهم ما خدوش قبل كده. لا الماتش هيبقى مرهق جدا بالنسبه لكارتيرون في ادارته، ومرهق جدا بالنسبه للعيبه في التعامل مع المباراه نفسيا وعلى ارض الملعب. الفرقه الوصل فرقه محترمه، احنا شفناها في ماتش الذهاب اللي هو اللي كان هنا في مصر، كانت فرقه محترمه. في فرق خبرات كبير جدا ما بين الاهلي وما بين الوصل، بتصب طبعا في مصلحه الاهلي، في اسم الاهلي اكبر بكتير من الوصل. طبعا اشقائنا وبنحترمهم جدا، بس في خبرات كتير لصالح الاهلي، بس احنا ما شفناش فرق الخبرات دوت في الملعب هنا، واكيد مش هنشوفه هناك نظرا للي احنا الظروف اللي احنا بنتكلم عليها. فهو لا هيبقى ماتش صعب جدا. هل من وجهه نظرك شايف ان لعيبه النادي الاهلي محتاجه شحن نفسي، خصوصا طبعا بعد خساره لقب دوري ابطال افريقيا والضغط الكبير قوي اللي اتحط عليهم وخيبه الامل اللي حصلت لجمهور النادي الاهلي وغضبهم الشديد؟ شايف ان يعني اللعيبه لسه متاثرين بهذه الهزيمه اللي طبعا كان عليها امال كبير جدا طبعاً ان احنا نحصد في البطوله دي لقب التاسع الغايب عننا؟ بصي احنا في الاول وفي الاخر احنا بشر. لعيبه الاهلي مهما كانت خبراتهم كبيره، مهما خدوا بطولات، لعبوا في بطولات كبيره، لعبوا في بطولات قاريه، عملوا اي حاجه، في الاول وفي الاخر بشر. أكيد. هزيمه زي هزيمه الترجي في استاد رادس، احنا ما لعبناش كوره قوي، يعني ما ظهرناش بالمنظر اللي احنا كنا المفروض نظهر بيه. طبعا هتأثر عليهم نفسيا جدا كمان في الماتش اللي جاي، خاصة ان جمهور الاهلي كان بيعشم نفسه انه لسه في الدوري طبعا وفي الكاس وفي البطولات، بس احنا جمهور الاهلي مش متعود على ان احنا بس بننافس على البطولات المحلية. احنا دايما بنبص لابعد من كده، وكنا دايما كجماهير اهلي باصين لبطوله افريقيا على اساس ان هي الكريزه اللي هنتوج بيها الموسم. صحيح. هي البوابه بتاعتنا ان احنا نروح لكاس العالم للانديه. فراح كاس العالم للانديه وراحت بطوله افريقيا، ما فاضلناش غير البطوله دي اللي نركز فيها. فلازم نركز فيها جدا، ولازم لا غنى عن الفوز فيها، نخرج من الماتش بنتيجه واداء يرجعوا ثقه الجمهور مره اخرى. كل العوامل دي ما بتصبش في مصلحه اللاعبين، كل العوامل دي ان كانت هتعمل حاجه في الماتش فهي هتعمل عامل سلبي نفسي على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، لان هم حاسين بخطوره الموقف. سمعنا اخبار كتير جدا بتقول انه المباراه قد تكون المباراه الاخيره لباتريس كارترون اذا ما حدثت اي نتيجه اخرى غير الفوز والتاهل. دي مجرد اجتهادات. اجتهادات. بس لما المدير الفني يخش اللقاء وهو حاطط الاجتهادات دي في دماغه، ده عبء نفسي. أكيد. لما اللعيبه تخش اللقاء وهم حاطين في دماغهم ماتش الترجي والهزيمه والخروج والكلام اللي على السوشيال ميديا طوال الاسبوع الماضي، ده عبء نفسي. أكيد. فهتاثر عليهم، اكيد هتاثر عليهم. بس انا في الاول وفي الاخر دايما بقولها الكلمه اللي دايما بقولها، انا دايما براهن على اسم الاهلي. ممكن اللعيبه خبرتها قليله، بس انا دايما براهن على اسم الاهلي. اللعيبه دي بتلعب في النادي الاهلي وعارفه كويس قوي قدر وقيمه النادي الاهلي. أكيد. في افريقيا وفي الوطن العربي. أكيد. فلما هيلعبوا من المنطلق ده.
كارتيرون قال النهارده ان استعداداته لمباراه الوصل فعلا ابتدت، وان هو فعلا اتفرج على 10 شرايط للوصل الاماراتي في لقاءاته الاخيره في الدوري الاماراتي، وقال كمان رجع واتفرج مره ثانيه على لقاء النادي الاهلي والوصل الاماراتي اللي اقيم هنا على استاد برج العرب وانتهى بهدفين لكل فريق. انا دايما يعني شايف الموضوع الفيديو ده مش هو المحك الحقيقي للحكم على الفرق. صحيح. لانه في الاول وفي الاخر هو كباتريس كارتيرون هو اوريدي لاعب الوصل في الملعب، شاف العناصر المؤثره بتاعتهم وشاف مين فيهم، شفنا عندهم نقط الضعف عندهم ثلاث لعيبه سوبر برازيليين. بالظبط. فهو طبعا ان هو يتفرج على المباريات الاخيره ليه في الدوري دي حاجه كويسه جدا عشان ياخد فكره اوسع شويه واعمق شويه عن الفريق وعن مواطن خطورته وكل التفاصيل الخاصه بيه. في الاول وفي الاخر زي ما بنقول هو لاعب الوصل قبل كده، شاف اللعيبه بتاعه الوصل في الملعب عامله ازاي، واعتقد ان هو هيبدا يتعلم من الدروس اللي حصلت له في الماتشات اللي فاتت. انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا في مساله الدروس دي. اعتقد ان كارتيرون مش هيغلط نفس الغلطه اللي غلطها في مباراتي الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في بطوله افريقيا. الاخطاء مش قيمه الاهلي ابدا ولا قدر الفريق في افريقيا ان هو يلعب دفاع منطقه 90 دقيقه، ان هو يبقى مهتم بس ان هو ما يخشش فيه جون على حساب ان هو يلعب كوره. معتمد يمكن على نتيجة ده كان فكره، ممكن ده يكون فكره عشان معتمد فعلا على نتيجه الذهاب، يعني بالزبط. انا كده كده ضامن من هنا، انا معايا 3 اهداف 3-1، انا هنا كسبان 3-1، ايه المشكله لما دافع هناك عشان اضمن اللقب؟ بصي انا ممكن اتفق معاكي اذا ما كنا فريق لا يملك خبرات كثيره وفريق يعني ما صدق وصل للمرحله دي. بس فريق زي الاهلي خاصه ان هو عمل نفس الخطا في او مش الخطا سوء التوفيق في الاداره او في الحكم على المباراه في ماتش وفاق سطيف كسبان هنا 2-0، راح هناك برده بنفس الطريقه دفاع منطقه وبيلعب على هجمه مرتده. الحمد لله وليد سليمان سوبر، وليد سليمان قدر ان هو يجيب من هدف من واحده من الهجمات المرتده بمجهود شخصي. صحيح. بس وفاق سطيف قدر ان هو يضغطنا طول الماتش وضيع كتير جدا ودخل جونين، كان ممكن يتاهل وكان ممكن الماتش الترجي ما نوصلوش اصلا بكل اللي حصل فيه لو وفاق سطيف كان نجح ان هو يدخل جون او اتنين كمان. الخطا اللي وقع فيه قدام وفاق سطيف قرره تاني قدام الترجي، برده دفاع منطقه وبرده معتمد على نتيجه الذهاب بثلاث اهداف مقابل هدف، فرق جونين مش حاجه صعب ان هي تتعمل. ويوميها كنت هنا برده في قناه الاهلي وقلت ان فرق جونين ممكن يتعملوا والفوز طموح مشروع بالنسبه للترجي زي ما هو هيبقى طموح. صحيح. مشروع بالنسبه للوسط. صحيح. فاهم قصدي؟ فاتمنى انه الخطا اللي وقع فيه كارتيرون في مباراتي وفاق سطيف والترجي في بطوله افريقيا ما يكررهمش تاني قدام الوصل، ما يعتمدش على تقفيل منطقه وهجمه مرتده، لا احنا عايزين نلعب كوره، عايزين نروح على الجون، عايزين نمتع الجمهور الاول وبعدين أكيد. هنجيب اجوان ان شاء الله. اكيد. طيب نروح لدبي، معانا زميلنا دلوقتي كريم احمد على التليفون مراسل قناه النادي الاهلي اللي هيطمنا عن بعثه الفريق اللي وصلت النهارده الصبح لدبي. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك يا سيما، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل ضيوفك طبعا وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك، عايز اعرف انتوا وصلتوا الساعه كام؟ توجهتوا على طول للفندق؟ اللي حصل كان في وجبه غدا؟ امتى تدريب النهارده؟ عايز اعرف منك كل تفاصيل النهارده عامله ازاي؟ يمكن طبعا بعد انتهاء التدريب الاخير على ملعب اختار السيف اللي كان امس في الساعه صباحا، يمكن توجهت بعثه النادي الاهلي صباح اليوم في الساعه 10 الا ربع بمطار القاهره، توجه طبعا الى دبي استعدادا لمباراه الاهلي والوصل الاماراتي يوم الخميس ان شاء الله بتوقيت هنا دبي 7:30 بتوقيت القاهره الساعه 5:30، تكون هذه المباراه الهامه جدا في مشوار النادي الاهلي بشكل عام وليس خاصه به كاس زايد الانديه الابطال، لكن هذه المباراه مهمه جدا لكل فريق النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده سعيد من جديد ان شاء الله. النادي الاهلي يروح القتاليه اللي امتاز بها شخصيه النادي الاهلي وباذن الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. زي ما بقول لك يا شيما، يمكن بعد وصولنا يمكن الرحله استغرقت 3 ساعات و15 دقيقه، وصلنا بتوقيت دبي الساعه 2:30 او 2:30 هنا في طبعا مطار دبي مباشره على فندق الاقامه اللي قريب جدا من المطار وايضا كمان قريب من نادي الوطن، ملعب نادي الوطن طبعا اللي استقبل المباراه الخاصه طبعا للنادي الاهلي سواء الملعب الرئيسي او الملعب الفرعي. احنا طبعا بعد وصولنا مباشره كان في وجبه غداء سريعه جدا لان الوقت
كان مضغوط، كان محدد لتدريب من مستر باتريس والكابتن محمد يوسف الساعه 7:30 يكون تدريب الاول لفريق النادي الاهلي، فالوقت كان مضغوط شويه، فيمكن اللعيبه وجبه الغداء كانت سريعه جدا. مباشره وصلنا الى الملعب الفرعي اللي بيبعد يمكن 5 دقائق او 10 دقائق عن فندق الاقامه الخاص بباتريس في النادي الاهلي. يمكن في البدايه شفنا محاضره هامه جدا مستر باتريس كابتيرون، محاضره كان فيها اكيد يمكن احنا سامعينه ومن خلال طبعا كمان دكتور عمرو حابب المترجم الخاص لمستر باتريس، شايفين يمكن مستر باتريس حمس اللاعبين بشكل كبير جدا. كانت محاضره يمكن 20 دقيقه داخل الملعب منذ وصولنا، كان فيها بعض الامور الخاصه طبعا بالمرحله القادمه، تحفيز اللاعبين، التشديد على اهميه هذه المباراه واهميه المرحله القادمه. الجميع منتظر هذه المباراه، وده اللي بياكد عليه مستر باتريس النادي الاهلي لابد ان يعود من جديد. كلها يمكن كانت كلام تحفيز بشكل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، كمان يمكن ظروف المباراه 2-2 في المباراه الاولى يمكن مخليه طبعا في صعوبه شويه لهذه المباراه، لكن اكيد زي ما احنا بنتكلم وبناكد على كل لاعبتنا الصفات الكبيره في لعيبه النادي الاهلي ان هم يستعيدوا ويبقى في تصحيح مسار سريع جدا في البطولات في المباريات، ويكون كمان الاداء المعروف عن النادي الاهلي باذن الله يكون من مباراه يوم الخميس. باكد لك كمان في هذه اللحظات الشيء يمكن بدا بالفعل تدريب بفريق النادي الاهلي بعد المحاضره، يمكن مستر مايكل دلوقتي يمكن بيقود فقره تدريبيه بدنيه بسيطه يمكن حتى الان 10 دقائق بالنسبه للفقره البدنيه. كمان هيكون في النهارده بعض الجمل التكتيكيه، النهارده هو التدريب الاول للنادي الاهلي لكن هيكون تدريب هام، هيبقى في جرعات تدريبيه مهمه جدا، هيكون في تكتيك بالنسبه للمباراه. النهارده هيحاول ان هو يعمل التشكيل او التكتيك اللي ممكن يخوض بيه مستر باتريس في كابتيرون مباراه النادي الاهلي والوفد الاماراتي. ايضا كمان لو بنتكلم في امور فنيه على خط الجانب الايمن او الظهير الايمن، اللي يمكن الناس بتتكلم ان في ازمه كبيره في الظهير الايمن بغياب احمد فتحي ومحمد هاني، تاكد لك ان يمكن جاهزيه اكرم توفيق اللي ظهر بشكل مميز في المنتخب الاولمبي، وايضا كمان كريم نزبد اللي ظهر ايضا بشكل مميز في المباراه في تونس الاخيره، يمكن بتعطي دفعه كبيره بتخلي الجهاز الفني يبقى فيه ثقه ان شاء الله ان هو اي واحد من الاثنين يكون متواجد في الجبهه اليمين ان شاء الله يكون موفق في مباراه يوم الخميس اللي بناكد عليها شيء، مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله هذه المباراه تكون. هل في تواجد للجاليه المصريه لمشجعين النادي الاهلي موجوده دلوقتي عندك في التدريب؟ يمكن حتى هذه اللحظه في بعض الاشخاص، يمكن نقدر نقول 5 أو 7 أفراد بس متواجدين حتى هذه اللحظه في التدريب، لكن باكد لك ان يمكن في اقبال كبير جدا على التذاكر الخاصه بمباراه الاهلي والوصل الاماراتي، يمكن محدد كما نحن نعلم طبعا 2300 مقعد يكون للجاليه المصريه 25% من سعه الاستاد، لكن من الواضح ان في اقبال كبير جدا على هذه المباراه من الجاليه المصريه والجمهور ايضا المصري، فمن المتوقع ان يكون العدد ازدياد، يعني ممكن يكون العدد خلال غدا ممكن يكون في قرار يصدر كمان ان يبقى فيه 3500 كرسي او 4000 كمان، لان سعه الاستاد 10000 مش استاد كبير شويه بالنسبه لهذه المباراه، لكن حتى هذه اللحظه عدد قليل جدا من الجاليه المصريه، لكن غدا التدريب الاساسي لفريق النادي الاهلي على ملعب الوصل هيكون فيه ايضا كمان حضور مكثف للجاليه المصريه اللي بتساند النادي الاهلي بشكل عام. يا شيما الامور الحمد لله مطمئنه حتى هذه اللحظه بالنسبه للنادي الاهلي، بنتمنى ما يبقاش في اصابات، بنتمنى التدريب النهارده يخرج بشكل يمكن مميز ويستفيد بالنادي الاهلي بجرعه تدريبيه دون اي اصابات نظرا للاصابات الكبيره جدا اللي بتضرب بفريق النادي الاهلي. طيب بالنسبه لبرنامج بكره امتى يكون التدريب ان شاء الله؟ غدا طبعا، يمكن حتى هذه اللحظه لم يتحدد التدريب بالنسبه للغد، لكن من المؤكد ان يكون في نفس موعد المباراه وهي طبعا 7:30 هنا بتوقيت دبي، 5:30 بتوقيت على نفس الملعب اللي هيقام عليه لقاء يوم الخميس باذن الله. بالظبط بالظبط، هيكون على الملعب الرئيسي ملعب نادي زعبيل، هيكون التدريب الرئيسي غدا لفريق النادي الاهلي. اكيد طبعا هيكون في بكره وسائل الاعلام هتكون متواجده كالمعتاد، طبعا بيبقى في بعض التوقيت لوسائل الاعلام بيكون في سامح ليهم، طبعا بيكون في مؤتمر صحفي ايضا كمان غدا لمستر باتريس كابتيرون المدير الفني وقائد فريق النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، اكيد المؤتمر الصحفي هيكون في الساعه 6:30 يسبق التدريب بساعه، لكن بقول لك وبطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي حتى هذه اللحظه الاجواء مميزه، يمكن نادي الوصل بنشكره طبعا على الاسترحاب وحسن الضيافه الكبير طبعا المعروف عن شعب الامارات، الحقيقه يمكن من منذ وصولنا الى مطار دبي مجلس اداره نادي الوصل بالكامل كان متواجد في استقبال النادي الاهلي بجانب مندوب طبعا من السفاره المصريه، يعني الحمد لله يشم حتى هذه اللحظه الامور باذن الله تصب في مصلحه النادي الاهلي يوم الخميس باذن الله. شكرا ليك كريم احمد زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي من دبي المرافق دلوقتي لبعثه النادي الاهلي استعدادا طبعا للقاء الوصل الاماراتي يوم الخميس القادم. طيب نرجع مره ثانيه وعايز اسالك بقى عن باتريس كارتيرون وتقييمك ايه لباتريس كارتيرون خلال طبعا قيادته للنادي الاهلي في الفتره السابقه. انا تقييمي مش هيختلف في باتريس كارتيرون، مدير فني كويس جدا، مدير فني عارف امكانياته كويس وبيعرف يتعامل معاها، اهم ميزه فيه ان هو ما بيشتكيش،
معاه لعيبه، في اصابات، في غيابات، بيدور على حلول، بيلاقي حل وبيلعب بيه. اه احيانا بيخون التوفيق فيها احيانا الموضوع، بس هو انا عذره جدا لحد يعني دلوقتي. يعني دايما ما بيخلقش اعذار، ما بيطلعش يرمي المشكله على حد غيره. دي ميزته، دي ميزته. انا بالنسبه لي المدير الفني اللي ما بيلاقيش حجج يعلق بيها، ان في شجاعه بالظبط، خلاص. حتى هو لما يخسر ماتش، لما يخسر بطوله، لما يخرج من حاجه، احنا هنلتمس له العذر ان هو لا كان عنده لعيبه كتيره غايبه، لا في ضغط مش عارف ايه، لا في اصل الاتوبيس اتكسر قبل الماتش. هنحاول احنا نختلق الاعذار ليه ونديله فرصه اخرى. هو عاجبني جدا في كده. مش عاجبني احيانا ما عنده، زي ما قلنا على مباراتي وفاق ستيف والترجي، عنده مشكله شويه في اداره المباراه وفي التكتيك المتبع في المباراه. بس بخلاف ده لا، يعني انا شخصيا انا معجب جدا بشخصيه باتريس كارتيرون، ومعجب بالبروجرس بتاعه لحد دلوقتي. هو لما مسك، احنا خلينا برضو ما ننساش الحقائق، باتريس كارتيرون لما مسك الاهلي كان قبل مجموعته او قبل الاخير في دوري ابطال افريقيا، صحيح، قدر يصعد من المجموعه بظروف مستحيل على اي مدير فني ان هو يقدر يعديها، قدر يعدي بالمجموعه بالاهلي من المجموعه، قدر يوصل دور نهائي. اخطا في دور النهائي في التكتيك المباراه، اخطا في كوره بحته، بس هو في الاول وفي الاخر قدر يعدي بالاهلي من ظرف صعب جدا. ده في حد ذاته يخليني اقول عليه ان هو مدير فني كويس جدا. طيب عايزه برضو اسالك عن القرارات اللي اخذها مجلس اداره النادي الاهلي بعد الخساره للقب الافريقي التاسع اللي كلنا كنا طبعا عندنا امل او طمعانين فيه. مجلس اداره النادي الاهلي اخذ قرارات باعاده هيكله منظومه كره القدم جوه النادي الاهلي، وكمان كابتن محمود الخطيب في كلامه قال انا كده كده كنت هعمل اعاده هيكله حتى في حاله ان احنا فزنا بدوري ابطال افريقيا. شايف اعاده الهيكله دي ازاي؟ اولا يعني بنتمنى الكابتن محمود الخطيب اتمام شفائه ويقوم بالسلامه ان شاء الله. عمل العمليه امبارح الحمد لله ونجحت، نتمنى بس يتم شفائه على خير ويقوم لنا بالف سلامه. قبل ما نتكلم في الموضوع ده خلينا الاول نطلع على فاصل وناخد ردك بعد ما نرجع من الفاصل. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم حلقتنا في كلام في الميديا، ولسه معانا استاذ خالد عامر الناقد الرياضي والصحفي في موقع جريده عسل الاسبانيه. برحب بيك مره تانية، ونرجع بقى ايه لسؤالنا. بنتكلم عن اعاده الهيكله جوه منظومه كره القدم في النادي الاهلي، والقرار ده اللي جه بعد دوري ابطال افريقيا وبعد خسارتنا للاسف في دوري ابطال افريقيا. وبعديها طبعا صرح كابتن محمود الخطيب وقال ان هو كده كده كان لازم يعمل اعاده الهيكله دي من يعني سواء كنا كسبنا او خسرنا. مظبوط. احنا خلينا نقول انه اول قرار، او هو مش اول قرار، هو لحد دلوقتي ما فيش قرار غيره اتاخد، ودي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. هقول ليه. القرار الوحيد اللي اتاخد لحد دلوقتي هو قرار تعيين الكابتن سيد عبد الحفيظ متابع عام لملف الكوره في الاهلي. صحيح. وحل لجنه الكوره. وحل لجنه الكوره. ما هو يعني قرار سيد عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى. القرار ده ما فيش غيره اتاخد. في كلام عن ضم كابتن هيثم عرابي الى لجنه التعاقدات، وفي كلام عن كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل. ده قرار. دولت لا يعني دولت مش قرارات. عرابي لا، هيثم عرابي ده قرار. ده قرار بس لسه ما تنفذش رسمي. لحين دي النقطه اللي انا عايز اقولها. لحين ايه؟ لحين البت في التقارير المفصله المكلف بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ. ربنا يعينه يا رب. في طبعا في متابعه كل ما له علاقة بالكورة، بالملف، بالتعاقدات، بكل حاجة ليها علاقة بالكورة في الأهلي، وبعدين يعملوا اجتماع عشان يبتوا في القرارات الرسمية اللي هتتاخد. شايف أصلاً اختيار كابتن سيد عبد الحفيظ إن هو ليتولى الملف ده، هو ده الاختيار الأنسب؟ أنا شايفه أفضل اختيار. كابتن سيد عبد الحفيظ على دراية بكل ما هو كبير وصغير في الكورة وأي حاجة بتخص النادي الأهلي. بصي أنا ما عنديش مشكلة إنه يبقى مش على دراية. ما هو طبعا على درايه، بس انا ما عنديش مشكله ان هو مش على درايه. انا عندي مشكله في الحزم. صحيح. في تطبيق اللوائح. صحيح. الشخصيه القويه اللي بتعبر عن حقيقي. شخصيه الاهلي. حقيقي. من ايام الله يرحمه ثابت البطل حتى
سيد عبد الحفيظ، انا ما شفتش حد زي سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكره. ده حقيقي. انا عايز اقول لك حتى بتعامله مع الاعلاميين، يعني انا كان مثلا يعني هنا كابتن سيد عبد الحفيظ هو مش مدير كره، ظريف ولطيف جدا وزميلنا وحبيبنا، هناك مثلا هناك كان شخص مدير مختلف كرة. تماما شخص مختلف تماما ما عرفناهوش اصلا. لو خدنا بالنا من مسيرة كابتن سيد عبد الحفيظ مع الأهلي هنلاقي إن هو كان ضلع رئيسي في كل الإنجازات اللي الأهلي حققها. كان عضو، كان مدير كورة أيام ما خدنا بطولة أفريقيا 2012، صحيح. مدير كورة أيام ما خدنا 2013 مع كابتن محمد يوسف، مدير كورة مع مارتن يول بتحقيق الدوري بفارق كبير جدا عن أقرب المنافسين. الفكرة في الموضوع مش فكرة لعيبة، مش فكرة مدير فني، طبعا هي كلها منظومة، صحيح. ولكن مع اللاعبين والمنظومة والمدير الفني بيجي الطرف الأهم في الموضوع اللي هو طرف مدير الكورة أو مدير الكورة كلجنة تنفيذية للقرارات والقوانين الموضوعة في الأهلي والالتزام بالمبادئ الموضوعة من جانب مجلس الإدارة على جميع اللاعبين على السواء. ده طرف مهم جدا، اللي نلاقيه بيعرف يطبق الكلام ده صح ده المفروض ما يتسابش. يعني انا كنت مستغرب اصلا ان كابتن سيد عبد الحفيظ ساب المنصب قبل كده، بس كويس ان هو مش مدير كوره، بس هو يعني هيبقى مشرف على مدير الكوره وقطاع الكوره وكل الحاجات دي. الجماهير متفائله بوجوده، انا بشفق عليه جدا، انا متفائل بوجوده جدا وبشفق عليه جدا في المهم اللي داخل عليها. الاهلي محتاج شغل كتير في الفتره اللي جايه، كتير جدا. الكلام ده مش كلامي ومش كلام الاعلاميين، ده كلام الجمهور، والجمهور هو الطرف الاقوى اللي لازم نستقي منه كلامنا. لما الجمهور يقول، لما مشجعين الاهلي يقولوا ان الاهلي محتاج شغل كتير، يبقى الاهلي محتاج شغل كتير. أكيد. لما الجمهور يشوف انه في لاعبين لازم يجوا الاهلي، في منظومه لازم تتحط، في مبادئ لازم يتعمل بيها، الكلام ده لازم يتحط. اكيد هيكون في تدعيمات في يناير، حلق في ودن مجلس الاداره عشان لازم يتنفذ في اقرب وقت عشان يرجع الاهلي تاني. طيب بمناسبه الكلام عن التدعيمات في يناير القادم او في الانتقالات الشتويه القادمه، كلام كتير قوي، اشاعات كتير قوي، اخبار كتير قوي ليس ليها اي اساس من الصحه حصلت في الايام اللي فاتت دي، هل شايف ان دي اخبار يعني متعمده ان هي تطلع في الوقت ده؟ لا مش متعمده، بس هي اخبار مضره. ليه؟ مثلا عايز يفاوض خالد عامر، فخالد عامر اتشتت وبقى مشغول بمفاوضات الاهلي، مع انها لسه ما جاتش، ما فيش مفاوضات حقيقيه. صحيح. وجمهور الاهلي بقى بيحمل خالد عامر المسؤوليه كامله ان هو هيجي ينقذ الاهلي، فبقوا اللعيبه في النادي الاهلي بيتضروا نفسيا لان هم حاسين ان هم مش على قدر المسؤوليه، وان الاداره جايبه والجمهور شايف انه اللي جاي من بره ده هو أحسن. الامل والمنى وهو اللي الفارس اللي جاي على الحدود ينقذنا. بس ده موجود في كل الانديه مش في الاهلي بس. هي مدره، بس ده موجود في كل الانديه، يعني في الزمالك، في الاسماعيلي، في المصري، في كل الانديه من قبل الميركاتو ما يبدا بكام اسبوع واحنا بنعرف انه الزمالك عايز يفوت كذا. وده شيء عايز اقول لك على حاجه ثانيه، يعني اللعيبه كمان اللي بيتقال عليهم الكلام ده هم اللي بيستفيدوا اكتر، يعني عايز اقول يعني انا دلوقتي على فكره يعني الزمالك وكذا 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 هيجروا وراك. انا كنت لسه عايز اقول لك ده تحديدا، ولما كنت بقول لك وده مش صحي، مش صحي في السقف بتاع اللعيبه، لانه احنا بندي لعيبه اكتر كتير جدا من حجمها ومن طاقتها البشريه العاديه. فتلاقي لعيب عشان الاهلي بيفاوضه، الاسماعيلي راح يفاوضه، والمصري راح يفاوضه، والزمالك راح يفاوضه، فسعره بقى من 10 جنيه بقى 100 جنيه بقى 200 بقى 1000 بقى مليون. فده شيء مش صحي للدوري المصري. المفروض المواضيع بتاعت الميركاتو تحديدا تبقى تتاخد اهدى من كده، بعقلانيه اكتر من كده بكتير. مظبوط. خلال الايام اللي جايه النادي الاهلي هيلعب عدد كبير جدا من المباريات المؤجله ليه، يمكن ثلاث ايام ماتش هنعمل ايه؟ برضو انا زي ما بشفق على كابتن سيد عبد الحفيظ، انا بشفق على لعيبه الاهلي وعلى الجهاز الفني. حسبه سريعه جدا سريعه جدا، الزمالك اول الدوري ب 11 ماتش، لعب 11 ماتش ب 26 نقطة، فاز 8، اتعادل 2، خسر 1. الفرق اللي هي أكتر فرق لعبت في الدوري لعبت 14 ماتش، اللي هم مين؟ الإنتاج الحربي عذرا مركز 5، الجونة مركز 10، وادي دجلة مركز 11، الاتحاد السكندري مركز 12، حرس الحدود مركز 16، دولت اللي لعبوا ال 14 جولة لحد دلوقتي. الأهلي فين؟ الأهلي من 14 جولة لاعب 6 جولات ب 11 نقطة.
ده طبعا حاجه يعني مش هيبقى في ضغط مباريات، ده هيبقى في طحن مباريات. بس ال 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 الوحش في الموضوع ايه؟ ان الاهلي في الست مباريات اللي فاتوا ب 11 نقطه استنفذ محاولاته، كسب 3 اتعادل 2 خسر 1، وهم نفس عدد التعادلات ب 11 ماتش. لا بديل عن الفوز في كل المباريات اللي جايه. ده هيبقى مش طحن، دي مش ماتشات كؤوس بقى، ده ماتشات حياه او موت بالنسبه للاعيبه الاهلي، لانه لازم احضر لاعيبه الاهلي والجهاز الفني. الجمهور مش هيقبل بفقدان نقطة واحدة في الماتشات اللي جاية. نقطة واحدة بالنسبة لهم هتبقى كارثية. صحيح. بس الأهلي قدها. الأهلي قدها. أكيد أكيد إن شاء الله. أنا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهاردة، نورتنا كالعادة. أشكرك. كلام في الميديا كان معانا النهاردة أستاذ خالد عامر الناقد الرياضي والصحفي في موقع آيس الأسباني. بشكرك جدا على وجودك معانا، بشكرك جدا طبعا على حسن المتابعة، أشوفكم بإذن الله بكرة في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.